السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفنا لهذه الحلقة شاب من فرسان التغيير، وهو السيد أسامة أبو جزر، صاحب محطة أبو جزر الحديثة في منطقة إضليل. نرحب فيك سيد أسامة. مساء الخير. مساء النور. سيد أسامة، أكيد بالبداية أنت لك الباع الطويل والخبرة في هذا القطاع، حابين نعرف السادة المشاهدين بداية من هو السيد أسامة أبو جزر؟ أهلا وسهلا فيك أول شيء. نعم. اسمي أسامة أبو جزر. نعم. أسامة جبرين حسين أبو جزر، سكان إضليل. نعم. عايش فيها وصلي أكيد عمر. صاحب هذه المحطة. نعم. صاحب هذه الملكة للمحطة. نعم أكيد. نتحدث عن تأسيس هذه المحطة، متى تأسست؟ تأسست صار لها 6 سنوات قائمة. نعم. أنا مسؤول عنها صلي 6 أشهر. جميل. عدد الكوادر داخل هذه المحطة؟ 6 أشخاص. نعم. 6 ذات خبرة ذات كفاءة. خبرة وذات كفاءة. نعم. وكامل إد. جميل جميل. نتحدث أيضا عن أبرز الخدمات داخل هذه المحطة. نحن عندنا كامل خدمات السيارات. نعم. بين غيار زيت وبناشر فلاتر. نعم. غسيل سيارات. نعم. ودراي كلين. كيف ترى إقبال المواطنين لهذه المحطة من غسيل سيارات، وأيضا أكيد لكم وكالة معينة؟ نعم. تعملون فيها نعم نحن أنا وكيل زيت أبيتكو. نعم. ماخذ كامل قطاعه. نعم. بين الزيت من جميع أصنافه، من زيت سيارات الهايبرد وزيت سيارات الديزل. نعم. والبنزين كافته. جميل. شو بتتميز هذه المحطة؟ خدماتها إجمالا يعني بين غيار الزيوت وبين غسيل السيارات. السيارات كاملة. نعم. جميل جميل. كيف ترى تطور هذا القطاع في الأردن؟ هل هو متطور بالشكل الملحوظ؟ نعم متطور. يعني في تطور في تكنولوجيا تطور أيضا. في تكنولوجيا. في أجهزة متطورة لغسيل السيارات. أكيد. موجود. يوجد لديكم أجهزة متطورة. نعم. 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 سيد أسامة، ما هي الطموحات والرؤية المستقبلية لهذه المحطة؟ أكيد كل شاب له طموح. أكيد إن شاء الله. يعني أنا كل شخص نفسه يعني يصير محطته أكبر محطة في الأردن. نعم. نعم. لكن الحمد لله نحن بقدر المستطاع. نعم. يعني في مجال تتوسع المحافظات أخرى؟ إن شاء الله. إحنا نتمنى لك التوفيق أكيد. شو بتحب توجه رسالة عبر هذه الشاشة؟ رسالة لجيل الشباب، جيل المستقبل، الجيل الواعد. أكيد في شباب كثير بتجهل هذا الاختصاص. طبعا. نعم. ما في شيء لا يخفى الأمر عن الموضوع هذا يعني. نعم. طبعا ما في شيء، طبعا كل بداية صعبة. نعم. وما في شيء بالساهل، لازم تكافح وتستمر. نعم. وتصبر. أكيد. أهم شيء تصبر. يعني من صار على الدرب وصل وكل مجتهد النصيب. سيد أسامة أبو جزر، نحن نعيش منظومة نعمة أمن وأمان، وحمد لله لنعمة الحمد الأمن والأمان. يعني قدر لك في هذه الأيام أن تقابلت مع جلالة القائد الأعلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة، في ظل هذه القيادة الرشيدة، ماذا ستقول له؟ نعم. الحمد لله نحن أول شيء نحن تحت راية سيدنا الله يخلينا إياه، والحمد لله رب العالمين. نعم. عايشين بأمن وأمان ظل رعاية سيدنا جلالة الملك. نعم. نعم يعني أيضا حماة الوطن العين الساهرة، الله يعطيهم العافية. الله يعطيهم العافية جميعا. نعم. وبكف يعني بكفي انه في عندنا امن وامان واستقرار. واستقرار وعيشه كريمه تعدي عن جميع انواع البلد العربيه الموجوده حوالينا. اكيد. الله يخلينا جلاله الملك والله يحفظ هالبلد، والحمد لله نعمه الامن والامان. وايضا نشكر اكيد الجهات الامنيه حماه الوطن العين الساهره دائما لدعمهم اكيد في سهر الليالي. اكيد الله يعطيهم العافيه وجهودهم مشكوره. سيد اسامه ابو جزر، حابين نحدد للسادة المشاهدين موقع محطة أبو جزر الحديثة، أكيد لديكم صفحة على الويب سايت أو الفيسبوك أيضا. نعم. حابين نحددها، تفضل. محطة أبو جزر الحديثة كائنة في إضليل. نعم. طريق المصانع، مثلث المصانع بجانب عيادة هيلث كلير. نعم. وصفحة الويب سايت أو الفيسبوك أبو جزر، محطة أبو جزر الحديثة. نعم. احنا نتمنى لك توفيق سيد أسامة، وبنشكرك لهذا اللقاء. وشو بتحب توجه رسالة للسادة المشاهدين في هذه السنة الجديدة سنة 2017؟ ان شاء الله تكون سنة خير للجميع. ان شاء الله انها تكون سنة خير على الجميع، وان شاء الله اللي ما حلف الحظ ان شاء الله ربنا يوفقه، وصبرا جميلا وبالله المستعان. صبرا جميلا ولله المستعان. وفي نهاية لقائنا اعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لشاب من فرسان التغيير، وهو السيد أسامة أبو جزر صاحب محطة أبو جزر الحديثة في منطقة إضليل. نتمنى لك التوفيق سيد أسامة، وشكرا لدعمك لمجلس الوطني. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وعافيك.